يا هلا، موضوع اليوم شلون اسكر شهيتي. في بعض الناس ما شاء الله الشهيه 24 ساعه والكنترول ميح. نسال نفسك، هل انت موازن بين الكربوهيدرات والبروتين؟ اذا مقصر مع الكربوهيدرات شهيه مفتوحه، اذا مقصر مع البروتين ايضا شهيه مفتوحه. بيض اكثر كابت للشهيه. في مره جربت اكل بيض وهم بعدك جوعان، جربت اكل بيضتين ثلاث اربع وهم بعدك جوعان. هل جربت الشوفان لكبت الشهية؟ أنتوا تدرون أن الشوفان مشهور بالتغذية، غير فوائده الصحية لأنه يكبت الشهية. يعني خذ لك مثلا كوب من الشوفان، حط معه حليب حار وحط معه ملعقة عسل، شوف شلون يكبت شهيتك. أهم الأمور اللي تخلي شهيتك مفتوحة 24 ساعة أنه ما يكون عندك قوانين بحياتك للأكل. يعني أنت تأكل بأي وقت وأي كمية، وما عندك مشكلة حتى بنوعية الطعام، اي وقت اي كميه اي نوعيه، اي شيء يمر قدامك تجربه، اي شيء يمر قدامك تبي تذوقه. هذا خلي شهيتك ترى مفتوحه لانه ما عندك قوانين. بس الاكل بالملاعق مثلا او بالكوب او بقوط الروب يعلمك على شغلتين، اول شيء الانضباط، ثاني شيء الكميه اللي تشبعك وما تغثك. بس في ناس ما تقيس، ليش؟ تقولك ما ابي التزم باني اقيس وتصير كميتي ثلاث ملاعق او خمس ملاعق. منو قالنا لما تقيس كميتك خمس ملاعق؟ انا عادي اعطي مراجعيني 12 ملعقه اكل او 10 ملاعق او 8 ملاعق حسب كل شخص. بس القصد ان القياس ابدا مو دليل انك تاكل كميه قليله، وهو بس راح يضبط كميتك اللي تشبعك وما تزيد وزنك. اي نعم، وعادي توصل 12 و15 ملعقه، فراح تشبع بس ما تطفح، فتحكم شهيتك وما يزيد وزنك. ناس سبب انها تاكل مو لانها جوعانه، هي تاكل لانها تشعر بالملل وبتتسلى بالاكل. هذه الناس شهيتها مفتوحة ترى 24 ساعة، فتذكر دائما وأبدا أنت لازم تاكل لأنك تشعر بالجوع مو لأنك تشعر بالملل. ومو شرط تكون ميت يوع عشان تاكل، بس لازم ما يكون الدافع الملل، الدافع أنه فعلا أكل يوع. السناب جاي بقول لكم عن اليوع والشهية. أغلب الناس اللي يخربون الدايت ويعفسون الدنيا مشكلتهم أنه يأكلون وهم ميتين يوع، فلما تكون ميت يوع ما تقدر تتحكم بكميات صغيرة.